تحت شعار طوفان الأقصى حتى تحرر فلسطين وإسقاط التطبيع وفاء للمقاومة وللشهداء، تنظم مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين المسيرة الشعبية يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط كمحطة متجددة في مسلسل الفعاليات الداعمة للكفاح الفلسطيني والرافضة للتطبيع. ومن خلالكم السيدات والسادة الصحفيين والمنابر الإعلامية الحاضرة، ندعو الشعب المغربي بكل مكوناته إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 6 أكتوبر المقبلة لتكون مسيرة تاريخية تليق باسمي وسمعتي ورصيدي المغاربة كما كانوا وكما سيبقون. هذه المسيرة لا بد أنها ستكون تاريخية، ستكون تاريخية. صحيح نظمنا عدة مسيرات في الرباط وفي غير الرباط خاصة خلال هذه السنة، لكن مسيرة 6 أكتوبر هي مسيرة ستكون مسيرة كبرى، مسيرة يشارك فيها كل فئات الشعب المغربي، كل هيئات الشعب المغربي، كل التيارات المغاربة بجميع شرائحهم ومشاربهم وصغارا وكبارا. لابد هذه الفرصة أن يعبر من خلالها الشعب المغربي مرة أخرى على أنه مع المقاومة، وعلى أنه لا يمكن أن يقبل بأي وجه من الوجوه استمرار التطبيع مع كيان الغصب والإجرام. لا يمكن للشعب المغربي الأبي إلا أن يكون رافضاً ويصرخ هذه المرة بقوة أكثر بأنه يرفض التطبيع وبأنه يجب أن يسقط التطبيع رسمياً بعد أن سقط شعبياً. سقط شعبياً لأنه في كل أنحاء المغرب تصرخ الجماهير بأعلى صوتها أوقفوا التطبيع، أسقطوا التطبيع. إذا كان المسؤولون لا يسمعون ولا يبصرون أو غابت عنهم البصيرة، فيجب أن نصرخ من جديد ويجب أن نعبر من جديد على مشاعرنا كمغاربة أحرار بأننا لا يمكن أن نرفع رؤوسنا إلا بإسقاط التطبيع وبإنهاء كل علاقة مع المجرمين الصهاينة. إذن هذه دعوة لكل المغاربة بأن يشاركوا بكثافة، فهي مسيرة المغاربة الأحرار، هي مسيرة الصوت المغربي الحر من أجل مناصرة المقاومة ومن أجل إسقاط التطبيع.